بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. ننطلق مع الشوط الثاني عشر مخصصة للجعدان مهجنات الأصايل هناك لسن 82 كيلومترات من هنا من عاصمة الميادين. انطلق مباشرة مع مهاجر خليفة بن بيات بن حمد الرميثي، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وصل سراب، هناك سيب بن محمد بن سعيد الناصري، والمركز الثالث هناك وقدومة من الغزال محمد اليبهوني الظاهري متواجد هناك مع الكوكبة الثلاثية، ولكن المركز الرابع من القادم هناك من المنطلق في هذه اللحظات، الوصول من المركز الرابع في هذه اللحظات ظبيان، هناك عبد الله بن حنس، هناك العتيبي متواجد ومنطلق على المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول هناك من الشفاف، هناك ايضا من يتواجد مع هذا الشعار وهذا الاسم الكبير والمميز حمد بن كنيفيخ بن خالد الهاجري، هناك على المركز الخامس والمركز السادس، القدوم من معاند ناصر بن بخيت هناك المنصوري، والمركز السادس في هذه اللحظات وصل مثير، هناك ايضا رقيط بن سيف القفلي، والتواجد من المركز السابع، القدوم هناك من هذه اللحظات مياس مصبح بن نايع بن صروخ النعيمي، والمركز التاسع هنا من الشعارات الجميلة والقادمة من المراكز الخلفية في هذه اللحظات، وصل هناك ايضا الحذر محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، والمركز العاشر عاشر تحدياتنا مع النجمي وسعيد او عبد الله بن سعيد بن جمعة، هناك بن نابودة من يتواجد في هذا الانطلاق، وعلى المركز العاشر في هذه اللحظات. هكذا النداء وهكذا الشعارات، هكذا الاسماء الرنانة المنطلقة في عاصمة الميادين. اعود الى الصدارة، اعود مع المقدمة، مع المركز الاول، مع التحديات الجميلة هنا، والاثارة مع الغزال، الاثارة مع الغزال محمد بن السيل يبهوني الظاهري، هناك ايضا متواجد مع صدارة هذا الشوط، متواجد مع الغزال، مع المقدمة المركز الاول. المركز الثاني بدا سراب يتسرب على ثاني المراكز، سيب بن محمد بن سعيد الناصري، والمركز الثالث القدوم من مهاجر، هنا بدا يهاجر المراكز الخلفيه خليفه بن بيات بن حمد الرميثي، ولكن شوفوا من القادم المنطلق ضبيان عبد الله بن حنس، هناك العتيبي متواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس من الجانب الايمن هنا بدا يعاند، هناك معاند وناصر بن بخيت هناك بن حويلب المنصوري، والمركز السادس سادس المراكز في هذه اللحظات، وصل مرجان هنا تركي بن سعيد بن تركي المري، وصل المري هنا مقدما هذا الاسم، مقدما هذا الشعار الجميل، ولكن النشمي في هذه اللحظات وصل النشمي هنا، هناك اعزائي المشاهدين وصل الشعار الاهلاوي متواجد في هذه اللحظات مع النشمي وشعار بن نابودة عبد الله بن سعيد بن جمعة بن سعيد بن النابودة، هنا اعزائي المشاهدين منطلق مع هذا الشعار، بينما هناك الحذر وحذاري من الحذر محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، والمشجعين يطالبونك بالناموس يا بن طويلب، بينما هناك ايضا مثير، وصل المثير، وصلت الاثارة هنا بهذا الشعار، رقيط هناك بالسيف القفلي، رقيط بن سالم او رقيط بن سيف بن رقيط القفلي متواجد هناك مع هذا الاسم، بينما هناك التحدي من مياس ومصبح بن نايع بن صروخ النعيمي، الله الله، هكذا الاثاره وهكذا التحدي، وصل هناك الشفاف، وهناك ايضا شعار الهاجري متواجد مع شفاف في هذا الشوط، وهناك ايضا سيب بن مصبح بن كاسب المسافري، هكذا الاسماء وهكذا شعارات ابناء القبائل تنطلق في عاصمه الميادين، هناك الشعارات العمالقه والتحديات والاثاره. اعود
يعود إلى الصدارة مع المركز الأول. هنا شعار اليبهوني ما زال، شعار اليبهوني ما زال، وهناك أهالي، أهالي ميدان التراث ينتظرون السلامات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات مع الغزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري متواجد مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن هناك أيضا سراب سيب بن محمد بن سعيد الناصري هناك متواجد منطلق على المركز الثاني المركز الثالث وثالث المراكز في هذه اللحظات. وصل هناك مرجان تركي بن سعيد بن تركي المري، ولكن التغييرات التغييرات من النشمي في هذه اللحظات. الله الله الله، الشعارات بدأت تقترب يا الأهلاوي. هنا أعزائي المشاهدين تبارك الله، العمالقة في موقع واحد، التحديات هنا في هذه اللحظات. روح يا الأهلاوي روح روح هناك مع الصدارة، ولكن المركز المركز الخامس في هذه اللحظات ظبيان هناك أعزائي المشاهدين. عبد الله هناك بن حنس العتيبي متواجد في هذه اللحظات، ومع هذا الانطلاق وصل مهاجر وبدأ يهاجر رميثي هنا من المركز السابع خليفة بن بيات بن حمد الرميثي هنا، ولكن التحديات والإثارة من الحذر نام محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، وهناك من الجانب الأيمن التسللات من معاند ناصر بن بخيت هناك المنصوري. الله الله الله، الأسماء في موقع واحد، ولكن جسر العبور جسر العبور. من هو سعيد الحظ؟ من هو سعيد الحظ من هذه الشعارات المنطلقة هنا؟ الله الله، القادم القادم في هذه اللحظات زيزوم هناك سيب بن مصبح بن كاسب المسافري هنا متواجد في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن شفاف هنا شفاف هناك قادم منطلق في هذه اللحظات. هناك أعزائي المشاهدين حمد بن كنافيق بن خالد الهاجل هناك عودة مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول هنا، والتحديات الجميلة والإثارة مع صدارة هذا الشوط مع المقدمة هنا. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص هنا هناك خلصنا من جسر العبور، والأسماء الأسماء قادمة الأسماء قادمة من المراكز الخلفية. هناك التحديات والإثارة، هناك النشمي 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 عبد الله بن سعيد بن جمعة بن سعيد النابودة هناك من يتواجد مع النشمي على الصدارة مع المركز الأول المركز الثاني. وصول في هذه اللحظات محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري مع الغزال المركز الثالث. وصل سراب سيب بن محمد بن سعيد الناصري هنا متواجد الناصري مع المركز الثالث، ولكن القدوم هنا من المراكز الخلفية بدأت الشعارات تقترب بدأت الشعارات تقترب مع المنحنى الأخير، وهناك التحدي خليفة بن بيات بن حمد الرميثي هنا من ينطلق مع مهاجر وبدأ يهاجر مهاجر. الله الله، الأمور في خطر الأمور في خطر. المشجعين والمتابعين وعشاق هذه الأصالة هناك أيضا يتابعون عبر سيدة القنوات أبو ظبي الرياضية هنا الناقلة من قلب الحدث، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول ما زال النشمي ما زال ما زال النشمي ما زال اسم على مسمى ما شاء الله اسم على مسمى ما شاء الله. النشمي هنا شكرا يا النابودة هنا على هذا الاسم الجميل. هناك النشمي والذي يليق هناك دائما مع الصدارة بينما المركز الثاني الغزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري هناك على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل مرجان وصل مرجان تركي بن سعيد بن تركي المري هناك قادم مع مرجان في يوم المهرجان مرجان في يوم المهرجان، ولكن هناك ظبيان ظبيان ظبيان. وصل شعار العتيبي هنا مقدما سلالة ظبيان غنية دائما عن التعريف، ولكن أرى الشعار الاقتصادي على الشعار الاقتصادي شعار الكأس هنا في هذا الصباح مع مستحيل. الله الله، هناك حمودة بن غانم بن علي بن حمودة هناك أيضا من يتواجد في هذا في هذا أيضا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك أيضا التحديات والإثارة الكل الأخير
الخطير، الكيل الخطير. دخلنا في الغلاف الجوي، بدينا في العد التنازلي. مستحيل هنا، مستحيل من ياتي مع الصدارة. حمودة بن غانم بن علي بن حمودة هناك ايضا من يتواجد. شعار خيرة هنا وشعار الكاس، شعار الكاس في شوط المحليات من ينطلق هنا. ايضا الشعار الاقتصادي من عاشق هذه الرياضة من يتواجد مع مستحيل. مستحيل ولكن شاهين هناك، شاهين علي بن صالح بن محمد المري هنا انطلق شاهين، تحرك شاهين. ولكن التحركات ايضا هناك ايضا عاطف بن صالح بن محمد الرشيد والامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة. التهانينا للمرة الثانية، تهانينا للمرة الثانية. الخمسمية متر جولة الاوامر. سلام يا العاصمة، سلام سلام يا ابو ظبي، سلام سلام. ميدان الوثبة هنا محمل على ظهر مستحيل من بعد هوز الكاس. الكاس لهذا الشعار والناموس لهذا الشعار، والتهاني تذهب لهذا الشعار مع مستحيل هنا. السلالة الجميلة الأصالة مع هذا الشعار. تهانينا 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 حمودة بن قانم بن علي بن حمودة الظاهري من يتواجد مع هذا الاسماء العملاقة هنا. والسلامات عيناوية ووثباوية أيضا في نفس الذات. وهناك تهانينا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية معلن بالهوز، بينما المركز الثاني شاهين علي بن صالح بن محمد المري. المركز الثالث كان من نصيب هناك الغزال محمد بن سهيل يبهني الظهري. أو المركز الثالث هناك أيضا انطلق مثير مع لحظات الأخيرة. الغزال محمد بن سهيل يبهني الظهري. والمركز الرابع كان من نصيب هناك أعزائي المشاهدين أيضا مثير القيط بن سالم بن سيف القفلي. بينما المركز الخامس كان من نصيب هناك ايضا حامل رقم 22 مبشر حمد بن سيل بن عبد الهادي الحفار المري. هكذا النداء للمراكز الخمس الاوائل المتقدمه هنا. تهانينا والناموس حموده بن قطن بن علي بن حموده الظاهري الذي انطلق مع مستحيل وانطلق مع هذا الاسم الكبير هنا اعزائي المشاهدين. والشعار الاقتصادي هنا اعزائي المشاهدين الذي قدم العروضات الجميله في هذا الصباح. اعود الى التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه. تهانينا والناموس لهذا الشعار 13 دقيقة بلا شك. وهناك أيضا 10 ثواني 5 أجزاء من الثانية حمودة بن قانب بن علي بن حمودة الظاهري. بينما المركز الثاني لحظات الوصول هناك أيضا من ثاني المركز الثاني هناك شاهين علي بن صالح بن محمد المري و13 دقيقة 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هناك أيضا التحديات بينما المركز الثالث 13 دقيقة 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هناك أيضا أعزائي المشاهدين مع الغزال محمد بن سهيل يبهوني الظاهري. تهانينا والناموس للجميع الفائزين. أيها الحفل الكريم.